السلام عليكم. في الدرس السابق قد تطرقنا إلى الارتباطات وتوصلنا إلى مجموعة مؤشرات ونتائج، وتناولنا أنواع من الارتباطات، الارتباطات البسيطة والارتباطات الجزئية. والبسيطة تقسم إلى أنواع، وهي الارتباطات لبيرسون والسبيرمان ولكندل تاو، وأخيرا الارتباط الجزئي. والآن قد توصلنا إلى الفصل السابع، وهو يعتبر من المواضيع المتقدمة في تحليل الاستبيانات. تطرقنا سابقا إلى مبادئ التحليل الإحصائي للاستبيانات، واللي كما ذكرنا سابقا تؤهل المتدرب لإجراء التحليلات الإحصائية البسيطة والمتوسطة للاستبيانات، لكن دون وصول إلى دقة عالية. فهناك أدوات إحصائية متقدمة تساعد على تحليل الاستبيانات والحصول على نتائج أكثر جدوى وأداء. ومن أهم هذه الأدوات التي ننصح بدراستها هي الاختبارات المعلمية الأخرى Parametric Test، والتي تستخدم للتحقق من صحة النتائج والتي نحصل عليها عند تحليل الاستبيانات، ومدى إمكانية تعميم هذه النتائج على كل المجتمع. وعادة ما تستخدم في اختبار البيانات الكمية، ولها شروط عديدة يجب أن تتحقق لكي نستخدمها. أما في حالة عدم تحقق الشروط، نلجأ إلى الاختبارات اللامعلمية Non-Parametric Test، وشبيهة بالاختبارات المعلمية من حيث الوظيفة، لكنها تستخدم لاختبار البيانات الغير كمية أو في حال لم تتحقق شروط الاختبارات المعلمية. فإذا هي لا تتطلب شروط لاستخدامها. وأيضا جداول التقاطع الكروس تاب لدراسة الارتباطات تناولناها سابقا، وأيضا أحد أهم الأنواع من التحليلات وهو تحليل الانحدار، والذي يستخدم في الدراسات الإحصائية كطريقة أكثر تطورا من تحليل الارتباط، حيث يتم دراسة السبب والنتيجة وحجمها ونوعها وليست الارتباطات فقط. سوف نضيف على هذا المنهاج كيفية تحليل متغيرات السبب والنتيجة، وسوف نتطرق إلى تحليل الانحدار. سنقوم بإحضار منهاج آخر سوف نستخدمه من هنا. نلاحظ في هذا المنهاج، والذي سوف أرفعه لكم مرة أخرى مع باقي محتويات المنهاج السابق، وسوف نتطرق فقط إلى موضوع الانحدار منه. سوف نأخذ موضوع الانحدار، والانحدار هو لدراسة العلاقة بين ظاهرتين من حيث ترابط مفرداتهما بعضهما البعض، وهي متغيرات السبب والنتيجة. حيث تفترض هذه الدراسة شكل العلاقة بين الظاهرتين بافتراض أن أحدهما X وهو متغير مستقل، وفي الحديث قد أي متغير السبب. في بعض الكتب يسموها متغيرات توضيحية أو تفسيرية، والمتغير الآخر هو المتغير المعتمد، متغير Y أي متغير تابع وهو متغير النتيجة. يضيف موضوع الانحدار إلى تقدير الخط اللي يمثل العلاقة بين X و Y، وهذه هي معادلة خط الانحدار. متغير y يساوي p0 زائد p1 xi، والxi هو متغيرنا الذي سوف ندرسه، وهذه هي قيمة المعاملات. هذا معامل الثابت، وهذا المعامل المتغير. وفي مساقنا سوف نأخذ هذا المثال،
دراسة العلاقة بين الدخل والاستهلاك أي الإنفاق بالدينار لمواطني مدينة غزة. تم أخذ عينة مكونة من 10 أسر وتم دراستهم، فالمطلوب إيجاد نموذج انحدار الاستهلاك على الدخل. الدخل هو متغير السبب والنتيجة هو الاستهلاك. وكانت هذه البيانات. نلاحظ عندما كان الدخل 300 دينار كان لدينا الاستهلاك 280، وعندما كان لدينا الدخل 350 أصبح لدينا 340 ازدادت، وعندما 500 أصبحت لدينا 500 وهكذا. ولدراسة مدى تأثير الدخل على الإنفاق يجب أن نذهب إلى متغير الانحدار، وذلك عن طريق اختيار قائمة أنالايز ثم ريجريشن، ومنها نستخدم لينير أي الانحدار الخطي. وهناك أنواع أخرى غير الانحدار الخطي، ولكن ندرس فقط الانحدار الخطي. وعند اختيارنا لهذا المسار سوف تظهر لدينا هذه النافذة، نافذة لينير ريجريشن. نقوم بإدخال متغير الديبنتد المعتمد أو التابع وهو الاستهلاك، نضغط ثم نضغط على المؤشر السهم، تضغط عفوا يتم إدخال متغير التابع في الديبنتد، ويتم إدخال متغير الاندبنتد المستقل في حقل المستقل، ومن ثم نذهب وننقر على الأوكي فتظهر لدينا هذه النتائج. وأهم النتائج هي المودل سيمري وجدول الأنوفة. مودل سيمري يعطينا ملخص لنموذج الانحدار، فيكون لدينا معامل التحديد 0.98%، أي أن متغيرنا أو نموذجنا الذي قمنا بصياغته قد فسر العلاقة أو فسر 98% من الأسباب التي تدخل بين الاستهلاك والإنفاق والدخل. وكانت قيمة الستاندر ايرور 58.60%، والأنوفا هو هذا أهم شيء في تحليل الانحدار، جدول التباين تحليل التباين. فالريجريشن الانحدارات كانت هذه قيمتها سم اوف سكوير مجموع المربعات، ودرجات الحرية لدينا واحدة لأنها فقط متغير اكس واحد، والمين سكوير مربعات متوسطات المربعات، وقيمة F وهو اختبار F يستخدم في الانحدار وليس اختبار T. هذه هي قيمة F، وهل هي معنوية، هل النموذج الذي قمنا باختياره هل هو معنوي، أي هل هناك تأثير لمتغير الدخل على الانفاق. من هذا النموذج يتضح أن هناك معنوية بين الانفاق والدخل، أي عند وجود زيادة في الدخل تزيد معها الانفاق، وهناك علاقة سبب ونتيجة. ونأتي أيضا إلى جدول المعاملات الكوفيشنت. نلاحظ في الأول قيمة البيتان معالم البي نوت والبي وان، هذه البي نوت وهذه البي وان كانت 48.22%، وعند اختبارها باختبار تي نجدها أنها غير معنوية، ولكن هذا هو المتغير الذي نحتاجه، وهو متغير معنوي، متغير الإنكم الدخل نجده معنوي من هذه القيمة أنه أقل من 5%، أي أن من النتائج السابقة يمكن استنتاج ما يلي: أن نموذج انحدار الاستهلاك على الدخل، هذا هو النموذج، أي Y تساوي
بي نوت هذه قيمتها 48.22% زائدا بي 1 هي 0.83% قيمة معامل اكس لمتغير اكس لمتغير الدخل، وان معامل الارتباط بين الدخل والاستهلاك الار من جدول الار سكوير وموديل سمري كانت 98%، وهو يدل على وجود ارتباط طردي قوي، اي بزيادة الدخل يزيد الانفاق او الاستهلاك، وايضا هو موجب لانه طردي قوي لانه موجب، وهو اقل من 5%، نلاحظ عند مقارنته بقيمة الفا 5%، وهو معنوي، ومعامل التحديد الار سكوير 96%، ومعامل تحديد المعدل او المصحح هو 96%، وان الخطأ 58.61%. نجد ان هناك علاقة، وعلاقة سبب ونتيجة بين الدخل والانفاق، وعلاقة قوية جدا وارتباطهم قوي بناء على النتائج التي استخرجناها من التحليل الانحدار. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس لهذا اليوم، نراكم على خير في دروس أخرى.